سلبية أخرى، أو أقول أيضا عقبة كانت فعلا مرهقة ومقلقة، وهو تذبذب طيران نعم ناس. يعني هذا ربما الوافد الجديد الذي كنا نتمنى أن يعطى فرصة في تنظيم العمرة لسنوات حتى يتعرف فعلا عن يعني كيفية نعم كيفية التعامل مع الجزائري، ولكنه أخفق وكان في البداية يرجع اللوم على الحاج الجزائري. ولما أشعرنا السلطات السعودية وقلنا أن الحاج الجزائري هو نفس الحاج الذي يسافر مع الخطوط الجوية الجزائرية، وهو نفس الحاج أيضا الذي يسافر مع الخطوط الجوية السعودية، ولكنه لا يسبب مثل هذا الإزعاج الذي تدعونه. فوزارة الحج وهيئة الطيران المدني وإدارة المطار وقفوا على جدية وصدق ما نعم نقول، ولذلك وشو تكفلت يعني حتى ننصف هذه الشركة، ووفق للاتفاقيات الدولية في مجال الطيران يعني تكفلت بحجاجنا الميامين الذين تأخروا عن رحلاتهم، نعم فيها رحلة لأربعة أيام ورحلة أولية راح وليلة يكون وغد. الحج الموسم إن شاء الله القادم. هذا يبقى رهن التفاوض إن شاء نعم الله عند تنقل الوفد إلى نعم البقاع مش المقدسة.